بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي في منسق النصوص مايكروسوفت وورد في برنامج الوورد بعنوان حل مشكلة تعديل اللغة مع كل إدخال. إيه تعديل اللغة مع كل إدخال؟ دي مشكلة كبيرة واجهتني أنا شخصيا لفترة من الزمن وحاولت فيها، والحمد لله النهاردة هنعرض المشكلة وهنعرض أيضا الحل المقترح المباشر، اللي طبعا بندعوكم أن انتوا تجربوا الحل ده عندكم لو المشكلة دي حالية أو بتواجهكم، وطبعا تكتبوا لنا في التعليقات هل الحل بتاعنا ده يعني نافع ومفيد، ولا هو يعني إيه الأخبار معاكم في مشكلة تانية ظهرت ونتكلم فيها ونتناقش في التعليقات، تعليقات الفيديو على القناة في اليوتيوب. طبعا بندعوكم في البداية للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات. نبدأ على بركة الله، ولكن طبعا بنشكر من القلب تحية كبيرة لكل من يدعم القناة، سواء الدعم المعنوي بالمشاهدات والمشاركات والتعليقات او الدعم المادي من داخل مصر من خلال خدمة فودافون كاش والرقم في وصف الفيديو تحت، أو من خارج مصر من خلال خدمة تحويل الأموال ويسترن يونيون. نبدأ على بركة الله. المشكلة اللي عندنا في الوورد، في جدول الوورد بتظهر، أنا هنا بكتب بالعربي، أنا حاليا في الدول العربية المفروض أن البيانات بتاعتي بالعربي، فلما بنتقل إلى الخلية اللي في الوورد اللي أنا هكتب فيها بتتحول اللغة تلقائيا لإنجليزي إنجليش، وطبعا يعني البرنامج اللي بيسجل الشاشة ما بيسجلش عندي الشريط بتاع اللي تحت ده اللي فيه الساعة واللغة والكلام ده، ولكن هكتب مباشرة هو أنا عاوز أكتب عاصم، فطبعا بيكتب بالإنجليزي. سواء انتقلت، يبقى أنا مضطر إن أنا أغير اللغة عربي وبعدين أكتب عاصم، خد بالك، وبعدين أنزل بالسهم. أول ما انتقلت بالسهم للخلية اللي بعد كده اتغيرت اللغة إنجليزي، فهبدأ أكتب محمد، بيكتب إنجليزي، أمسح احذف الكلام واغير اللغه عربي واكتب محمد. مش شرط انتقل بالسهم، ممكن بالماوس وضغطت في اي مكان وعاوز اكتب محمود، اللغه اتغيرت انجليزي وبعدين ماشي، فهبدا ان انا اغير، امسح احذف طبعا واكتب محمود، غيرت اللغه وكتبت محمود. عايز انزل تحت هنا بتاب مثلا، ها قد تكون المشكله في السهم او في الماوس او مش عارف ايه، فانتقلت بتاب تاب تاب كده وصلت للخلية دي وكتبت سلمى، كتب بالانجليزي، احذف وابدأ ان اغير اللغة واكتب تاني، تمام. طيب اعمل احل المشكلة دي ازاي؟ ارهاق كبير انا تعرضت ليه شخصيا وفي فترة يعني في الماضي، وفكرنا به يعني احد الاصدقاء الاعضاء الكرام في تعليق من ضمن التعليقات على تحت فيديو من احد الفيديوهات في طبعا القناة عندنا، فيعني وهو بيواجه المشكلة دي وعملاله ارهاق فعلا في ادخال البيانات. نحل المشكلة دي ازاي؟ سواء الجدول بتاعي فيه بيانات او الجدول بتاعي انا حددت البيانات وحذفتها، في كل الاحوال يعني انا هعمل ايه؟ انا حذفت البيانات طبعا، او الجدول فيه بيانات عادي الاثنين شغالين، ها فهبدا احدد الجدول كاملا من الاداه اللي هي دي الصغيره اللي في ركن الجدول العلوي ده، الاداه اللي عامله زي علامه الزائد دي البلس دي، اضغط عليها كده فيحدد الجدول كله. بعد كده هطلع هنا في الشريط الرئيسي اللي هو الصفحه الرئيسيه او هوم عند حضرتك الاصدار ده، والجروب بتاع فقره، جروب بتاع فقرة، في هنا اتجاه الكتابة، اتجاه النص من اليسار لليمين هي اللي متحددة تحت الجدول، أنا محدد الجدول لقيت دي هي اللي متحددة، لا روح اضغط على من اليمين لليسار، ولو هي عندك في كومبو بوكس كده تحت بعض فاضغط على الكومبو بوكس ده واختار من اليمين لليسار، تمام؟ حلو كده؟ تمام خالص. تعالى نكتب بقى في الجدول بتاعنا، اللغة عندي إيه؟ عربي، هكتب إبراهيم، بيكتب عربي. انتقلت بالسهم لتحت كتبت عاصر، بيكتب عربي. انتقلت بالسهم يمين كتبت محمد، بيكتب عربي. انتقلت بالماوس كتبت محمود، بيكتب عربي. انتقلت بتاب كتبت سلمى، بيكتب عربي. تم حل المشكلة بخطوة واحدة مباشرة، وطبعا يعني بندعوكم
إذا عجبك الفيديو، إذا حل معاك مشكلة، لا تبخل علينا أبدا بالاشتراك في القناة، ويا سيدي قول لأصحابك كمان يجوا يشتركوا في القناة. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، شكرا للمشاركات والتفاعلات والتعليقات، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود بورسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.